والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية ومحمد عبد الله، ازيك يا محمد؟ شكرا إليك يا محمد. شكرا لك يا يوسف وشكرا للهام. ونتحول لمتابعة أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر معتدل مهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 21-11 والإسكندرية 21-11 ومطروح 19-10 وبورسعيد 20-11 والإسماعيلية 22-9 وإلى سويس 21-10 والعريش 20-10 وطابة 21-11 وشرم الشيخ 24-13 والغردقة 23-12 والأقصر 24-8 وأسوان 24-9 والوادي الجديد 23-5 وشلاتين 24-14 وأخيرا حلايب 23-15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.